اللي سمعتوه يعني وشاهدتوه على شاشات التلفزيون عن أبغريب، نقطة في بحر، على ما شاهدته أنا يعني المحجر كان مقابل حمام التعذيب، لأن كانت الشرطية اللي تعذبني تضع الصوندة، إحنا نسميها في العراق ما أعرف أنتم شو تسموها، وتضع بها خشبة يعني عودة خشبية، وعندما تبدأ بالتعذيب كان جسمي مشبع بالماء البارد، تبدي بالضرب لعدة ساعات متقصدة لكل السجناء، منطقة الظهر ومنطقة الرقبة. Inexplicably, after 6 months, Jamila was released from custody without any charge. She had been abducted from her home, beaten and abused alongside her daughter and nephew for no clear reason. نعم، لحد الآن طبعاً عرضت في دمشق على عدة جهات طبية، الكل أجمع على إجراء عملية إلى ظهري وإجراء عملية في الرقبة. رفضت إجراء العملية، يمكن أن أتعرض إلى الشلل. آخر الأطباء والتقارير موجودة معي، قررت أنه أسافر إلى فرنسا، هناك أجهزة للعلاج، لكن لا أستطيع السفر نظرا لقصر الإمكانيات المادية. الآن أنا أرتدي يعني مع الأسف هذه الأحذية الطبية اللي مفتوحة من كل الجوانب حتى في الشتاء، أما في فصل الشتاء لا أستطيع النوم إلا بالمسكنات. أحد الأطفال من سوريا كان زائر العراق وجابوه، أنت مساعد ابن لادن، كتل وتعذيب ما تتصوري. بعدين قال نعم هذا الطفل من حتى يوقفون القتل. فأنا سألته قلت له ليش ابني يعني أنت اتهمت نفسك هذه التهمة؟ قال خلاص حتى يوقف القتل، لأن يعني بعد ما تحمل التعذيب طفل 16.